مرحبا يا حبايبي، اليوم ان شاء الله نسوي هذا عصير بطيخ وتفاح. خلينا نشوف، خلينا نسوي هذا. فاول شيء نسوي هذا بطيخ وتفاح، وعندنا هذا خلاط. فاخر شيء نسوي نحط هذا بطيخ عليه. أول شيء التفاح، ونعصر هذا ليمون، وحطينا هذا الليمون زين، وعندنا هذا سكر، نحطي هذا سكر. فآخر شيء حطينا سكر، نجيب هذا ماي، ونحطي هذا ثلج، ونحطيها خلاط وخمسة دقيقة، نحطي هذا خلاط وخمسة دقيقة. بعد ما يستوى هذا العصير نجيب هذا كوب، نسموه قداس، نجيب هذا قداس. وهذا الشكل النهائي زين يا حبايبي، مثل ما تشوفون سوينا هذا عصير بطيخ وتفاح. تبون نسوي هذا عصاير؟ بس اكتبوا لي وش الشيء اللي تبونه الحلقة الجاية. بس نشوفكم على خير، والسلام عليكم.